السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا مثل ما تلاحظون راح نعرض لكم اليوم بهذا الفيديو اسئلة مادة الكيمياء وكذلك الاجوبة الخاصة بمادة الكيمياء بالنسبة للثالث متوسط الدور الاول. طبعا الاسئلة مال اليوم، طبعا هذه الاجوبة اللي راح اعرضها لكم تم وضعها من قبل اكفأ المدرسين الاختصاص، يعني الأسئلة مضمونة وصحيحة وأكيدة 100%. فاللي ما مجاوب يعني كلش عادي، تقدر تتخطى هذا الامتحان ويعني تفكر بالامتحان القادم وما تخلي هذا الامتحان يأثر عليك. فإذا ما مجاوب فكلش عادي، يعني لا تخلي يأثر عليك على المادة القادمة. فإن شاء الله الكل مجاوب، وحسب رأي أغلبية الطلاب فكانت أسئلة اليوم متوسطة يعني وسط، واللي قاري طبعا بيعتبرها سهلة كلش إله، واللي قاري بس شي قليل يشوفها وسط، واللي ما قاري أصلا ولا شايف المادة هذا أكيد يشوفها صعبة. فنتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وباقي لكم فقط مادة الفيزياء وتخلصون من شي اسمه ثالث. وبالنسبة للمتميزين باقي لهم فيزياء وفرنسي، فإن شاء الله تخلصون امتحاناتكم والكل ناجحين وبأعلى الدرجات. هذا كل ما بالفيديو، نتمنى التوفيق والنجاح للجميع.